أسرار الغرفة 207، أخطر مكان داخل جهاز المخابرات القطرية. يبدو أن انتهاكات النظام القطري بشأن التعذيب والاعتقالات، فسجلات النظام القطري وأزلامه في هذا الملف تصل إلى عنان السماء. وبالرغم من الشهرة الواسعة التي يعرف بها النظام القطري في عالم التعذيب، لكن ليس كثيرون من يعرف بوجود الغرفة 207 في مبنى جهاز أمن الدولة القطرية. في البداية دعونا نعرف عن جهاز أمن الدولة القطرية. تم تأسيس جهاز أمن الدولة القطري في العام 2004 بموجب مرسوم أميري من حمد بن خليفة حاكم قطر السابق، وذلك بعدما تم دمج جهاز المخابرات والتحقيق القطري وجهاز المباحث القطرية. يعد جهاز أمن الدولة القطري إحدى أقوى الوكالات التابعة لجهاز المخابرات القطرية، ويعتبر أحد أبرز فروع وزارة الداخلية القطرية. وفق الإشارات الرسمية داخل النظام القطري، تتعدد مهام الجهاز حول إجراء التحقيقات الأمنية الداخلية وجمع المعلومات الاستخبارية، والمسؤولية الرئيسية للجهاز حماية الدولة من حالات التحريض والتجسس، ولكن ما وراء الكواليس هو عكس ذلك. فجهاز أمن الدولة القطري يصنف على أنه يد القوة الغاشمة التي يتيح بها النظام القطري بأعدائه أو أي أصوات تعارض نظامه القمعي. فلطالما بطش جهاز أمن الدولة القطري بالعديد من المعارضين للنظام وعلى رأسهم خالد الهيل، ولكن ما قصة الغرفة 207؟ وفقاً لتقارير أمنية من داخل وزارة الداخلية القطرية، فإن الغرفة 207 إحدى الغرف الحصينة داخل جهاز أمن الدولة القطرية، تقع في طابق تحت الأرض من المبنى بعمق يزيد عن 12 متراً، وصممتها إحدى الشركات الأمريكية المتخصصة في بناء السجون. وعن وصف الغرفة 207 قالت المصادر إن أبعادها تزيد عن 6 أمتار طولاً وبعرض 5 أمتار، لا يوجد بها سوى 3 مصابيح صفراء ضعيفة الإنارة. تحتوي الغرفة 207 على عدة معدات تعذيب تم جلبها من عدة دول، حيث تتضمن جهازاً لتعذيب الكهرباء قدمه جهاز الموساد الإسرائيلي لجهاز المخابرات القطرية في العام 2014، وتتضمن الغرفة أيضاً عدة أجهزة تم منحوها من قبل النظام التركي، وتم نقلها من خلال القوات المتواجدة في قاعدة الريان، حيث تم نقل تلك المعدات إلى الدوحة بعد وقت قليل من افتتاح القاعدة التركية. ويتولى عبد الله محمد مبارك الخليفي منصب رئيس جهاز أمن الدولة، فهو يعد هو رأس الأفعى الجديد للنظام القطري. وأوضحت المصادر أن تعيينه ليس لكفاءته، ولكن للتقارب الذي يجمعه بالشيخ تميم بن حمد. وأفادت تقارير من داخل النظام القطري أن عبد الله محمد مبارك الخليفي ينفذ حملات اعتقال بحق أي شخص يقوم بالاعتراض على سياسات تميم، كما يقوم بإبعاد المعارضين للخارج ومنعهم من الدخول للبلاد مجددا. ومن الأسرار التي كشفتها المصادر، فإن النظام القطري قد أصدر أوامر مشددة تفيد بضرورة عدم تناول قناة الجزيرة وكافة الصحف المحلية على شاكلة الوطن والشرق والعرب والراية أي أخبار أو أحداث تخص عبد الله محمد مبارك الخليفي مهما كانت، وتم التشديد على ذلك الأمر، حيث تأتي هذه الإجراءات كحلقة ضمن سلسلة حلقات تتم بحق جميع رموز النظام للحفاظ عليهم من الانتقادات، وعلى رأسهم عبد الله محمد مبارك الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة، الذي يجعل منه خطا أحمر للنظام ولا يتسامح مع من يقترب منه. منهجية التعامل الصارمة التي تظهر دائما من جانب المقربين من جانب الشيخ تميم بن حمد، الذي يجمع حوله مجموعة من الأشخاص لضمان بقائه على كرسي الحكم، حيث يتعمد النظام القطري إخفاء المعلومات عن وسائل الإعلام الأجنبية حول جهاز أمن الدولة حتى لا يفضح أمره فيما يجري في الداخل من فظائع وانتهاكات داخل السجون القطرية بحق المعارضين. وفي الوقت الحالي يقبع عشرات من القطريين وجنسيات أخرى في سجون الإمارة يقاسون معاملة غير آدمية تشتمل على عمليات تعذيب منهجية وممارسات وحشية ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية. وفي هذا الإطار أكد حقوقيون وباحثون أن سجون قطر تستخدم وسائل تعذيب محرمة دوليا، خاصة مع سجناء الرأي، وذلك رغم تجارة الإمارة الصغيرة بالشعارات الحقوقية ومزايدات شبكة الجزيرة على الدول العربية المختلفة تحت تلك الدعاوى واللافتات، لكنها تصمت في المقابل على الممارسات النازية التي يلجأ إليها نظامها الحاكم ضد سجناء الإمارة. وفي هذا الصدد قال محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان إن قطر تتعامل مع المعتقلين السياسيين بشكل غير آدمي بالمرة، لافتا إلى أن الإمارة تحوي كثيرا من السجون تحت الأرض، وهو أمر مخالف دوليا
يضاف إلى ذلك تقييد سراح أكثر من 250 صحفياً وحقوقياً وإخضاعهم لتلك الممارسات المهينة وأساليب التعذيب المحرمة دولياً. متابعاً: قطر تستخدم وسائل تعذيب بشعة لردع مناهضي حكم تنظيم الحمدين وتميم بن حمد، والجزيرة تتشدق بالحريات وتزايد على الدول العربية، رغم أن أكبر السجون القطرية يقع على بعد كيلومترات معدودة من مقرها الرئيسية. وأشار إلى أن هناك قرابة 3000 معتقل داخل السجون القطرية يعانون جميعا من الممارسات المنفلتة من جانب إدارة السجون والمسؤولين عن المنظومة العقابية في الإمارة بتوجيهات ومتابعة مباشرة من دوائر السلطة العليا. مستطردا: تمارس الإمارة أكثر من 10 طرق تعذيب محرمة دوليا، منها مثالا منع الطعام عن المعتقلين، جلد معارضي تميم، والنوم في غرف ضيقة، والسجن تحت الأرض، والحرمان من الرعاية الصحية. تنظيم الحمدين لا يعترف بالحريات، وهناك الكثير من الملاحظات على ملف حقوق الإنسان لديهم، ويجب أن يلتفت المجتمع الدولي للأمر ويطلع بمسؤولياته تجاه المحبوسين في سجون قطر. وشدد رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان على أنه لا مبرر للصمت الدولي المطبق في مواجهة الانتهاكات القطرية والممارسات العدائية التي ترقى إلى درجة الجريمة ضد الإنسانية، مؤكدا أن هناك كثيرا من علامات الاستفهام تغلف هذا التجاهل من جانب عدد من المنظمات الدولية مثل منظمة Human Rights Watch الأمريكية ومنظمة العفو الدولية أمينيستي، وهو ما يعيد إلى الواجهة التقارير الإعلامية والمعلومات التي تتحدث عن تمويل الإمارة للمنظمتين وإبرامها اتفاقات مع حقوقيين وناشطين لمساعدتها في استهداف الدول العربية والتغاضي عن ملفاتها في مجال حقوق الإنسان، وأبرزها استخدام الأطفال في الصخرة والعمل في منشآت كأس العالم في ظروف غير أدمية وبالمخالفة للأعراف الدولية. وفي سياق متصل قال محمد حامد الباحث في العلاقات الدولية إن قطر تنتهك حقوق الإنسان ولا يتجاوز هذا الملف حدود الاهتمام الهامشي من جانب حكومة الإمارة وتنظيمها الحاكم، والدليل أنها لم تنظم أي انتخابات في الإمارة منذ 2004. متابعا: والد الأمير تميم كان قد تعهد بإجراء انتخابات برلمانية في 2013 ولم ينفذ. وفي مجال حقوق الإنسان هناك مئات يعانون في السجون، وهناك مصريان محبوسان على ذمة قضية سياسية، وهذا تسييس لا تعترف به حقوق الإنسان، في حين خرج النائب العام وتحدث مع قناة الجزيرة في الأمر وساق مبررات أقرب إلى السياسة منها إلى الأمور الجنائية. بدوره أكد فهد بن عبد الله الثاني أحد أفراد الأسرة الحاكمة أن أمير قطر تميم بن حمد لا يرغب في إنهاء المقاطعة العربية، ومن ثم يصر على مواقفه العدائية ويستمر في التحالف مع قوى الشر ويقتل الأبرياء في اليمن وسوريا. وشدد فهد في تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر على أن الأمير الصغير يحاول شق صف المسلمين وتفريقهم، مستطردا في وصف تحرك تميم ونظامه لعقد قمة في ماليزيا بغرض استهداف الدول العربية: نحن والشعب القطري بريئين من أفعال هذا النظام التافه الذي يعاكس التيار ويهدر الثروات فقط لإزعاج أهلنا في السعودية والخليج. قمة الضرار.